السلام عليكم اخوة الاخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد على لاشين. الا كنتي انت ولا انتي اول مرة كتدخل لاشين، ما تنساش دير اعجاب وسبسكرايب، يعني اشتراك القناة وتفعل الجرس. الموضوع ديال هذا الفيديو غادي يكون يعني بالنسبة للناس اللي ما توصلوش يعني بالدعم، سواء في المرحلة الاولى او في المرحلة الثانية، او اللي استفاد يعني منه في المرحلة الأولى وما استفادش في المرحلة الثانية، يعني كاع الناس اللي عندهم شي اختلال يعني في التوصل يعني بالمبالغ المالية، لا سواء المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية. لجنة اللياقة الاقتصادية خصات واحد لو سيت اللي غادي ينطلق يوم الخميس 21 ماي، خاص بالشكايات سواء الناس اللي عندهم الرميد ولا الناس اللي ما عندهمش الرميد. يعني هاد لو سيت هذا غادي ينطلق غدا ان شاء الله كيف ما كنشوفوا هنايا، وغادي نخلي لكم في الديسكريبسيون اللين ديال هاد لو سيت باش تدخلوا تقيدوا. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم شكايات كما قلنا، اللي توصل مثلا غير بمرحله او اللي ما توصلش بهم بجوج، هادو هما اللي يدخلوا. اما اللي توصل في المرحله الاولى والثانيه يعني ما عندولاش غادي يدخل. هاد السيت هذا متخصص بالناس اللي غادي يقدموا شكايات اللي ما عندهمش رامي. ما تنساش خلي سبسكرايب وتفعل الجرس باش غدا ان شاء الله انفو يتطلق هذا لو سيت هذا، ندير واحد الفيديو خفيف ظريف يعني نشرحو كيفاش تم هذه العملية ديال الشكاية وكيفاش ندخلو لي زانفورماسيون ديالنا. وشكرا.